صباح الورد والياسمين على عيون حضراتكم. الطقس ده عنوان وموضوع مهم جدا في الفتره اللي فاتت واللي احنا فيها كمان. زي ما دينا ذكرت كده ان في كلام كتير قوي عن ان مع ارتفاع درجات الحراره ان ده بيقتل اي فيروس، بس طبعا ما فيش اي حاجه مؤكده. خبراء هيئه الارصاد الجويه توقعوا ان الطقس النهارده في القاهره الكبرى هيكون لطيف بالنهار وشديد البروده بالليل، وفي شبوره بسيطه صباحا والرياح هتكون معتدله. طبعا الكلام ده هيكون موجود برضو في وجه بحري وفي سواحل الشماليه الغربيه، لكن الصعيد دايما بيبقى مختلف، ان هيبقى بالنهار هيبقى حر وبالليل هيبقى برد جدا. تعالوا نروح مع حضراتكم نتعرف على درجات الحرارة في معظم مدن الجمهورية. هنبتديها من القاهرة والعظمى 26 والصغرى 16، اسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، مطروح العظمى 18 والصغرى 13، بورسعيد 21-16، طابة 25-15، وكاترين 20-9، شرم الشيخ 27-16، والغردقة 28-15. الفيوم العظمى 29 والصغرى 14، بني سويف العظمى 29 والصغرى 14، نفس درجات الحرارة تقريبا بين الفيوم وبين سويف. المنيا العظمى 30 والصغرى 13، أسوان 35 الصغرى 17، الوادي الجديد 35-14، وحلايب 31-19. احنا بنسمع برضو كتير قوي في السوشيال ميديا عن عاصفه جايه اسمها قرش الصحراء، ف يعني بلاش نسمع كتير قوي الحاجات على السوشيال ميديا. اكيد احنا خلال حلقات صباح الخير يا مصر كل يوم هنلاقي بنتابع مع حضراتكم حاله الطقس والعاصفه الترابيه، اي حاجه بتحصل جديده في الطقس، وهيكون معانا طبعا خبراء كمان هيئه الارصاد الجويه كمان يطمنونا على الجو في الفتره اللي جايه.